الهدف تاع وليدك شفتوه؟ انا مشتوش، انا مشتوش وقتاش بركاه على طريقه الوالد. لا والله صافي بليزير، صافي بليزير الحمد لله. انا كنت في الملعب على كل حال، شفته حتى انا فاجأني كي سجلها بالكعب يعني. وكانت مباراة كبيرة تانيت، وسجل الهدف بالكعب وإلى دوني دو باس ديسيزيف تانيت. الحمد لله راهو اون فورماسيون وراهو كيزيد يتعلم، مازال قدام إن شاء الله ولا حبر به. لازم تبوزي لا كيسيون ليه. الله يعاونكم على خير على خير. اصبر اصبر اصبر.